السلام عليكم أصدقائي، شلونكم وشلون الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين. رجعت لكم بفلوق جديد وبحلقة جديدة، واليوم فلوقنا راح نطبخ. بس اليوم شلون راح نطبخ؟ الكتف. مثل ما تشوفون الكتف قدامنا، الأدوات اللي نحتاجها بالكتف وشلون راح نسوي الكتف، والوقت إيش قد وشلون طريقة العمل مالته. فأول شيء عندنا الكتف، نجيب واحد البلة مثل ما يقول، نحطه هيك نسلفنه، ثوم، زبد، سبع بهارات، كركم، نعناع، ليمون معصور، فلفل حار. هذين الشغلات الأساسية مثل ما يقول. النعناع مو أساسي بس أنا أحبه لأن يغير الطعم مالته. فحاليا راح نبدأ أول طريقة، اللي هي شو نسوي؟ اشقق الكتف مالته واحط ثوم بداخله، وبعد ما راح احطه على مود الشبع، واذا بي زفره واذا بي طعم راح يختلف عندنا الطعم وراح يختلف عندنا الشكل. فخلنا نسوي الخطوه الاولى وبعدين ننتقل الخطوه الثانيه ونشوفكم شلون نسوي. حاليا اصدقائي بعد ما فتحت الكتف بالسكين وحطيت، تشوفون قدامكم دخلت الثوم شلون داخله، حطيت المواد مالتي اللي احتاجها، الكركم، سبع بهارات، الفلفل الاحمر على مود شوي غير طعم، حطيت شوي من هذا النعناع على مود غير اللون مالته والنكهه، حطيت ليمون. بقت الخطوه الاخيره مثل ما يقول قبل لا ادخلها للفرن، راح احط عليها الزبد واسلفنها بالسيليفون، وبعدها احطها داخل الفرن. فمن اكمل واسلفنها راح اشوفكم شنو راح يصير عندنا الاختلاف. بعد ما مثل ما يقول كملت شغلي وعدلته ورتبته وسلفنتها، هذا تشوفون شلون عادي يعني تسلفنها بطريقه شلون انت مثل ما تحب. فسلفنتها وكملتها وشغلت الفرن، راح نشوف 10 دقائق او 5 دقائق بما يحمل الفرن ادخله بالفرن، بعد نص ساعه نشوف شنو النتيجه. بطاقي صار نص ساعه من طببتها بالفرن، حاليا طلعتها على مود افرغها من السيليفون مثل ما تشوفون، طلعت السيليفون تشوفون شلون صارت، ما استوى بس مثل ما يقول تاخ. فحاليا ايش راح اسوي؟ راح ارجع بالفرن هم يفد 20-25 دقيقة، راح تشوفون الفرق شلون يصير من يطلع من الفرن، راح اشوفكم النتيجة. انتظرونا مو تروحون شباب، ترى الامور كلش طيبة وراح تشوفون شلون راح تصير. وهيك مثل ما يقول تشوفون المنظر شلون حلو يشهي، والله العظيم كلش طيب. حد هنا اتمنى استفاديتوا شيء، ويا رب عجبكم الفلوق تعلمتوا شيء ولو بسيط، شلون الواحد يسوي الكتف مع الرز والتزيين، اهم شيء هي العين تاكل. حد هنا نقول يا رب عجبكم الفلوق استفاديتوا شيء، واللي عنده ملاحظه او اي شيء يكتب لي بالتعليقات. انتظرونا بفلوك اقوى من هذا الفلوك وبحلقة جديدة، واحبكم.